وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد نجم سالمين، مدير إدارة التعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة بيبا. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. بداية، كيف يمكن لبرنامج هايبو يوث أن يؤهل الشباب البحريني للمشاركة في قيادة عجلة التنمية في مملكة البحرين؟ مساء النور، الله يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة. طبعا برنامج هايبو يوث يعطي فرصة واسعة حق الشباب البحرين المشاركين أن يكتسبون مهارات ومنهجيات علمية، ممارسات عملية تناسب يعني التوجهات الحالية الإدارية والمستقبلية. شلون يتعلمون هذه الأشياء؟ من خلال مشاريع عملية، تطبيقات تتطلب منهم عشان يجتازون البرنامج. طبعا البرنامج يعطيهم فرصة وايد واسعة أنهم يلتقون مع نخبة من المسؤولين، قيادات وطنية، يتبادلون معاهم الخبرات والتجارب، يطرحون معاهم خلينا نقول التساؤلات، يشوفون معاهم الرؤى المستقبليه، ويتعلمون من هذه خلينا نقول اللقاءات والجلسات شلون يوظفون هذه الخبرات في يبنون تجاربهم الخاصه ويوظفونها في الدراسات والمشاريع اللي يستخدمونها. نعم سيد نجم، ما هي ابرز مخرجات برنامج هايبو يوث؟ طبعا البرنامج مو نظري، البرنامج نظري وعملي، فمن ابرز مخرجات انه يطلعون هاي الشباب البحرينيين المبدعين. سوينا 5 دراسات تناولت عدد من القضايا والمجالات البارزه في المجتمع، في الاداره، دراسات فعلا تمثل الواقع، لها حاجه عمليه نابعه من خلينا نقول من نيدز موجوده في البحرين اليوم عندنا. هذه الدراسات راح يسلمونها الشباب بانفسهم حق الوزارات والهيئات المعنيه عشان يستفيدوا منها ويطبقونها، يكون هي تعكس رؤيه الشباب من حق هذه المواضيع وتم دراستها بطرق تفصيلية ومنهجيات علمية. نعم السيد نجم سالمين، مدير إدارة التعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.